السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمين بن علي. اليوم باش نحضر معاكم مرقة خضرة. الخضرة اللي حضرتها اليوم عندنا السلق، عندنا القرع الأخضر، عندي فلفل أحمر حار باش نحطه في بلاصة الهريسة، عندي الجزر، عندي الكرافس، عندنا بصل الأخضر، عندي معدنوس، عندي البصل الروز، عندي كعبة لفت، عندي شوية جلبانة يكون 50 غرام، وعندي شوية لحم مفروم. مرقة الخضرة اليوم باش نعملها بالكعابر. التفاح باش نحطو فيها شويه فلفل اكحل، شويه ملح، شويه تابلو كرويه، شويه كركم، وشويه زيان فلفل احمر مرحي. نغسل الخضره كامله ونقصها ونرجعو كيفاش نبداو نطيبو ان شاء الله. حطيت الكسرونه اللي باش نطيب فيها المرقه تسخن شوي، ونزيدو 4 مغارف زيت، يبدا زيت عادي. قصيت كعبتين طماطم ما وريت لكم ان شاء الله، غالب راه عندي الصغار هذاك علاش ديما مشغوله ديما ننسى. عندي كعبتين طماطم قصيتهم، وقصيت البصل، وعملت مغرفه طماطم كبيره معجونه يعني كونسنتري طماطم سيكا. وعندي قرينات الفلفل الاحمر الحارين، ومعاهم شويه الثوم هاني قصيتهم، والثوم خليته خشن شويه في مرقه الخضره نزيدوهم. شوي خلي بالاخص الفلفل والطماطم يجوا مذاقهم رائع كي تعملوهم في مرقه الخضره وتقلوهم بالطريقه هذه. الخضره نتاعنا قصيتها الكل راكم تشوفوا فيها، عملتها في معون كبير، نزيدوا الخضره كامله. نخلطها شوي القيمة نتاع الخضرة تشوفوها هكا، معناها تشوفوها ياسر راهي مش ياسر توا، كل هذيك يعني كي تذبل تبقى شوي برك. عندنا اللفاح نتاعو هاني حضرته، عندي مغرفة تابلو كروية ناقصة شوي، مغرفة زيانة ثانية ناقصة شوي، فلفل أحمر، شوية ملح، شوية فلفل أكحل، وشوية هذوما اللفاحات نزيدهم توا. عندي الجلبانة ثانية نزيدها ونخلط كل شيء مع بعض، نخلط كل شيء ونخليها تتقلى شوي معاك الخضره باش تذبل كلها. عندي شويه حمص كالعاده طيبتهم نصف ساعه هاني باش نزيدهم توا للكسرونه. راهي مرقه الخضره قد ما تعملوا فيها خضره ما تحسوهاش بعد فيها ياسر، راهي تو تذوب كلها وتجيكم قويه وتجيكم منفعه كامله المريقه هذه. اذا كان وليداتكم ما ياكلوش الخضره حاولوا اعملوها لهم مره في الاسبوع، كلها منفع بالاخص الدول العربيه اللي ظل الخضره رخيصه ينجموا ظل قادرين يشروا الخضره يعني كل اسبوع كيف هك. والخضره تو كامله ما فيها ما نقصها حتى شيء، مازلت لي شوي بطاطا ومغرفتين زيت زيتونه، ومازال لي اللحم مفروم هذايا كله بعد نص ساعه نبدوه. خنخلوها تطيب شوي توا ليها 30 دقيقة وهي على نار هادية. شوفوا كيفاش نار هادية طول. نزيدوها القرع الأخضر اللي وريتولكم قالوا أنا ما عملتوش خاطر خليته لآخر مرحلة هو يذوب فيه سعره القرع. شفتوها الخضرة وراني زدتها كان الماء نتاع الحمص المغلي، ما زدتها حتى ماء آخر. أضع اللحم المفروم هاني يعني عملت فيه شوية فلفل أكحل وملح وكركم شوية كمون أخضر. راهو في اللحمة المفرومة الكمون يجي القوم تاعو باهي اللحم كي تعمليه، ما عملت فيه تابلو كروية، عملت فيه شوية كمون أخضر على رأس المغرف. توا نزيدو للمرقة نغطي عليه ونخليه 5 دقايق وبعدكش نحركو. هاني خليتها 5 دقايق اللحم مفروم باش كي نحركو ما يتفترش، لكن نحطوه ديريكت ونحركوه راهو يتحل في المرقة. شوفوا توا هاني كعب وحدها يعني مش باش تتحل بحول الله، باش تبقى صايمه كيفك. كعبتين بطاطا كبار قصيتهم جويتين ونحطوا البطاطا ونحركوا تحريكه اخرى ونخلوا معاش نحركوا خلاص خاطر البطاطا ما تحبش التحريك. نحنا نشوفوا البطاطا ولت طريه ونحنا نطفوا عليها النار ونعملوا لها رشه معدنوس خاطر انا خليت شويه معدنوس باش نحطهم في الاخ. هذيك هي تو مرقتنا حاضره بحول الله، نغطوها ونخلوها تطيب على نار هاديه. نزيد مغرفتين زيت زيتونه في المرقه نحركو بشوي باش البطاطا ما تتكسرش.
ونعاودوا نغطوا ونخلوها تطيب تو. المرقه نتاعنا حضر، زدت هكا الرشه المعدنوس التاليه خاطر عملت شطر المعدنوس من الاول باش تجي نكهه المعدنوس في يعني في المرقه في المذاق نتاعها النهائي. تو هاني باش نطفي عليها النار، هاكم تشوفوا راهي تطيب على نار هادي، نطفي عليها النار ونخليها 5 دقائق ومغطيه بالغطاء، وبعدك نحطها ونوريكم النتيجه نتاعها في الصحن. ان شاء الله تعجبكم، بالله جربوها واعطوني رايكم. نحب لكم مونتير في سيرتو في المرقه هذه، جربوها واعطوني رايكم. شوفوا الفيديو من الاول للاخر، بحاول لها تعجبكم. واللي تحب تعمل برود وما تحبش تعمل نفحات فيه وما تحبش تعمل مثلا الحار والحاجه، تعمل كل الخضره وما تعملش فيها لا زيت عادي لحتى هي تطيب، وانت تعملي شويه ملح وتعملي شويه زيت زيتون فقط لا غير، بركه هذاك يجي برودو. واللي يحبها نفوحه كيف هكا وجبه كامله، والله مذاقها ما غير ما نحلف لكم مذاقها روعه. والحمد لله، ان شاء الله تجربوا الطريقه دي وتعجبكم وتنال رضاكم. اللي ما يحبش يعني الخضار كيف هكا مقصوصه ينجم يرحاه ويجي برودو على الكيف. ان شاء الله تجربوا طريقتي وتعجبكم. الى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله، دمتم في امان الله وحفظه. الى اللقاء.